أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة للخروج من الأزمة التي يمر بها. وخلال استقباله الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية، وذلك على هامش أعمال الدورة 12 للمؤتمر الحضري العالمي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان. كما تم استعراض الجهود المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية الدافعة في هذا الاتجاه. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تضمن تأكيد قوة ورسوخ الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي. من جانبه ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الدور المصري، مشيدا بالمساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان وحرص مصر على الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، ومؤكدا تقديره وكافة أبناء الشعب السوداني لاستضافة الشعب المصري لأشقائه السودانيين خلال الأزمة.